اهلا بكم في حلقه جديده من سلسله المواقف اليوميه، واللي بنحاول ان احنا نتعلم منها انجليزي من غير جرامر ومن غير وجع دماغ، بان احنا بنجيب المواقف اللي بتحصل لنا كل يوم وبنحاول نجيب منها اشهر التعبيرات باللغه الانجليزيه ونتعلمها مع بعض. ومعانا النهارده الموقف اليومي اللي بيحصل لنا دايما واحنا بنسوق على الطريق، مواقف القياده والمواصلات. يلا بينا نبتدي مع بعض. اول تعبير معانا وهو run the lights. run the lights يعني يكسر الاشاره، لما تبقى ماشي وفي اشاره وتكسرها. run the lights. عندنا تاني تعبير وهو pull over. pull over يعني اركن على جنب، زي ما تقول لحد مثلا اركن على جنب يا اسطى. pull over. نعم. وبالسعودي لبك. لبك بالسعودي، لبك مظبوط. معنا صديق سعودي النهارده، يبقى pull over اوكي، او لبك في السعوديه، لبك مازال مشبك كده. يلا عندنا كمان كلمه pork، وpork يعني يركن. والفرق ما بين pull over الكلمه اللي فاتت وpork ان pork بتوقف العربيه خالص وبتقفل المحرك، لكن pull over ممكن تركن على جنب من غير ما تقفل المحرك. الجراج اسمه parking lot، المكان اللي انت بتpark فيه او المكان اللي بتركن فيه العربيه اسمه بالامريكان انجلش parking lot. parking lot. لما تبقى قاعد مع حد وعاوز تقول له شد حزام الامان او اربط حزام الامان بالانجلش، بنقول عليها بطريقه formal English fasten your seat belt. fasten your seat belt. او بطريقه informal مع صحابك يعني وكده، ممكن تقول له buckle up. buckle up. تعبير I'm heading to يعني انا طالع على، او باللغه العربيه الفصحى متجه الى. مثلا I'm heading to the police station، انا طالع على مركز البوليس مثلا او مركز الشرطه. I'm heading to بعدين المكان. لما تبقى معدي بالعربيه بتاعتك على حد من اصدقائك وعاوز تقول له اركب العربيه بالانجلش، بتقول get in. get in. get in. او hop in. hop in. hop in. يبقى جداً بمعنى يركب، بالذات لو هي وسيلة مواصلات خاصة زي العربية زي التاكسي وهكذا. لكن لو وسيلة مواصلات عامة زي الأوتوبيس زي مركب زي طيارة، بنقول get on بمعنى يركب. خلينا نديك مثال. مثلاً I get on the bus. I get on the bus. أنا بركب الأوتوبيس every day at 6 p.m. I get on the bus every day at 6 p.m. Overtake a car مصطلح بمعنى تاكل العربيات. عارف لما واحد بيبقى ماشي بسرعه مثلا وانت بتتفرج على فيديو وتلاقيه عمال ياكل العربيات، يعني بيتعدى السيارات، بالانجلش اسمها overtake a car. اوكي overtake. overtake a car. give someone a ride. give someone a ride يعني تدي حد توصيله، زي مثلا لما اقول لك I gave my cousin a ride. أنا اديت ابن عمي توصيلة. I gave my cousin a ride. لما تبقى ماشي في أمان الله وعربية تانية تزنق عليك، بالإنجلش اسمها cut off. أوكي؟ خلينا أديك مثال. This car cut me off. يعني العربية دي زنقت عليا وعدت من جنبي. cut me off. cut off. turn at يعني تلف عند. زي ما أقول لك مثلا إيه؟ turn at the hotel. لف عند الهوتيل. شمال بقى يمين. turn left at the hotel يعني لف شمال عند الفندق. turn right at the hotel يعني لف يمين عند الفندق وهكذا. يبقى لف عند. turn at. عربيتي بتسخن بنقول عليها بالانجلش my car is overheating. overheating. عندنا كمان turn signals او turn blinkers، ودي معناها انك تدي اشارات لما تيجي تلف شمال او تلف يمين. تمام. turn signals or turn blinkers، ادي اشارات لما تيجي تلف. عندنا كمان brakes يعني فرامل، فلما اقول لك slam on the brakes يعني تضرب فرامل فجأة. slam on the brakes. لما تبقى بقى في امريكا او في انجلترا وتلاقي ضابط شرطة أو ضابط مرور وقفك على جنب، أول حاجة دايما بيقولها لك license and registration please، يعني رخصة القيادة ورخصة السيارة. license and registration please. آخر حاجة بقى معانا النهاردة وهي زحمة مرورية. زحمة مرورية بالإنجلش اسمها traffic jam. مثال there is a traffic jam today، في زحمة مرورية النهاردة. traffic jam. عندنا كمان كلمة drift، ودريفت بنقول عليها بالمصري بيغروز بالعربية، عارف اللي هو بيلف بالعربية. السعودي تفحيط يا مان. ده فعلا في دول الخليج بيقولوا عليها تفحيط. انا هفحط بالسيارة حقي. لو الفيديو عجبك وحاسس انك استفدت please share and like. that will be all. thank you and wish you all the best.